السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال يا رب. ومرحبا بكم في قناة وصفات ناجحة. الفيديو تاع اليوم إن شاء الله غنصوبوا فيه هاد لي بواط ديال الحليب، ما نخليوهمش يطيحوا. وكيما كتشوفوا معايا أنا خديت هنايا بواطة، خديت ورقة عادية قطعتها على الطول ديال البواطة، وغادي نحاول ندورها عليها على هاد الشكل، يعني ورقة عادية، ديك الورقة البيضة العادية اللي كنرسمو فيها وكنكتبو فيها. هادوك راهم كيتباعو في مكتبة، وغادي نحاول نلصقها بحال هكا باش كيولي عندي هاد البواط أبيض. غادي نحاول ندير نفس الطريقة لجميع لي بواط اللي عندي، ثلاثة كيجيو على الطريقة هادي. ودابا غادي ناخد الورق اللاصق، سواء ديال الزاج سواء ديال الخشب سواء ديال الكاغط اللي كان عندكم متوفر، يا مرحبا. انا هنايا غادي ناخد هاد الورق اللاصق ديالي، غادي نقطعه على حساب العرض والطول ديال البواط ديالي. بطبيعه الحال غادي نعبره شحال فيه في الطول شحال فيه في العرض، عاد غادي نقطع. غادي نحاول نلصقه بهالطريقه، هكا البنات. شوفوا حاولوا تجروا داك اللعيبه التحتانيه باش تحيد لنا اللصقه، باش تبان لنا اللصقه نحيدوها كامل هاد القا وحده، باش هكايا ما يبقاوش عندنا دوك التنيات فاش نكونوا نلصقوا. نحاول نحيدها كامله هكا. ودابا غادي نلصق هاد الورق اللاصق او البلاستيك اللاصق، نلصقوا بهذه الطريقه. وانا كنلصق وانا كنجر مزيان البنات، مش بيبقوش عندي دوك التنيات في الجناب ولا دوك التنيات وسط الغرف ديالي، يعني يديروا لي واحد هكذا باش يجي داكشي متناسق. كما شفتوا لي بواط كيجيو بحال هذا الشكل، هذا كيجيو غزالين بزاف. غادي نعاود ندير معكم لصق معكم بواط اخرى باش غتشوفوا الطريقه. صراحه راه الطريقه صعيبه شويه، واخا كتبان لكم سهله، مهم انا كنلصق هنا الجوانب، كنحيد هذاك البلاستيك كامل، وكنخلي هذا البلاستيك ديالي كنحاول ندورو على الغرف دقه واحده باش هكا ما يبقاوش عندي دوك التنيات البنات. هكا دقه واحده درت معكم غرف ثانيه غير باش يبان لكم وتعرفوا الطريقه. هنايا انا غادي نثقب هذا البلاستيك ديالي واحد المشوي هكا، مشوي غنسخنو الشوا، غنسخنو وغادي نثقب هاد البلاستيك. وهنايا غادي نحاول نزكي البينيس ديالي مع هذيك اللعيبه باش كنفتحوا البواطه. مهم انا هنايا غير كنسييها حيت انا مازال البواطه ديالي مازال هذيك الغطايه غادي ندير ليها هذاك اش كيقول لي ورق الفوم. من بعد البنات فاش ثقبت جميع هذوك الغطايات، غادي نحاول نركب لهم البينيز باش نشوف واش كيدخل ولا ما كيدخلش، ونحاول نشوف واش غادي يلصق ليا فيهم هاد اليديات هادو. هانتوما البنات خاصنا نزيروهم مزيان الا بغيناهم يلصقوا. بالنسبه لهاد البواطه غادي ناخذو، غادي بالنسبه للغطايه غادي ناخذو ورق الفوم كيكون على هاد الشكل، راه كيتبع وريقات كبار، انا قطعت منو هاد الدويرات على حساب نتوما شنو بغيتو. بالنسبه لي انا حبيت نزوقها بحال هكا، وغادي نخشي البينيز ديالي من الوسط، وهكا غادي نثقب هاد اللعيبه من الوسط، نقادها مزيان بحال هكا، وعاد غادي نزكي ديك اليديه ديال البواطه. بالنسبه لهاد اليديات البنات راهم كيتباعو عند الدروغري، راه موجودين ورخاصين في الثمن، كاينين ديال الحديد وكاينين ديال البلاستيك. بالنسبه لهاد ديال الحديد كتبان زوينه بزاف، كدير شي 4 دراهم.
هذه البواطة ديال الاولى، غندير لا ميم شوز البواطة الثانية والثالثة. هنا ورق الفوم انا اختلفت ودرت الكحل مع البيض، مع الكحل مع البيض راه اونصومبل كيجيو غزيولين. هنايا غادي ناخد واحد الملصقة تاع البنات كيما شفتوهم، هاد الملصقات خديتهم من موقع بانتيريس. كديري مثلا صور لي مطبخ ولا شي حاجه بحال هكذا في بانتيريس، وراه كيطلعوا لكم التصاورات عرام عطاهم الله. كتختاروا اللي بغيتوا كتطبعوا منهم، سواء بغيتوا تطبعوا بالالوان سواء بغيتوا تطبعوا طباعه عاديه. بالنسبه لي انا هنايا طبعتهم طباعه عاديه، يعني كتشد اونغوجيستريها عندك في التليفون وتدي التليفون هذاك مول المكتبه وغيطبعها لك، راه شيء زعما شي حاجه سهله. هنايا انا غادي نقطع معكم هذه كيما شفتوا، كنحاول باش نجيبها هي هذيك. انا كنقطع وما كنخليش داك شي حاجه بيضه تبان ليا، يعني كنقطع مزيان باش يجي بان ليا داكشي يجي متناسق. صدقوني والله القسم الا كيجيو غزالين هاد لي بواط، كيجيو رائعين. يعني ما تقوليش راهم مصاوبين، تحلفي عليا وما تقوليش راهم مصاوبين. هكذا البنات، هذه هي الصوره ديالي. دابا غادي ناخذ سكوتش من الحجم الكبير، السكوتش اللي ما كيبانش، يكون يعني اللون ديالو مائي ما كيبانش. غادي نحاول نثبت فيه هذوك دوك التصويرات على هذا الشكل. بحال هكا باش هكذا كتجينا هذه التصويره، هذه كتجينا كتبري وخيقي سالمه ما غيوقع عليها حتى شي حاجه. كيما شفتوا غنكملوا بنفس الطريقه حتى نكملوا الصور كاع اللي عندنا. دابا البنات غادي نحاولوا نديروا فوقهم قطع من السكوتش باش هكا كيلصقوا لنا فوق العلب ديالنا، وميم طون كيوليو هما فيهم واحد لابغيونس، يعني واخا يقصهم حتى الماء ما غيطرا لهم حتى شي حاجه. كنبقاو نضغطوا عليهم باش نخرجوا الهواء اللي بين الصوره سكوتش. دابا غنحاولوا نلصقوا الصوره ديالنا في العلبه. بهذه الطريقة وبنفس الطريقة البنات، وبنفس الطريقة غادي نحاولوا نديروا الصور الاخرين. هنايا عندنا الصورة صغيرة كبيرة عفوا، غادي ندير جوج قطع، واحدة من جهة اليمين واحدة من جهة اليسار. هكا نقدها مزيان وسط العلبة ونحاول نضغط باش نخرج داك الهواء اللي بين سكوتش والعلبة. وبنفس الطريقه غادي نديروا العلبه رقم 3 غادي نحاولوا نديروا قطعة السكوتش من جهة اليمين ومن جهة اليسار.
وغادي نحطوها على العلبه ونضغطو مزيان باش تلصق لينا. كان البنات هذا هو الفيديو تاع اليوم، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش عليا بالانضمام في القناه، ديروا جيم لعجبكم لا فيديو، والسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله بحول الله.